إشارة الفلسطيني أمين حلبي، استنى استنى يعني ثانية، حكم اللقاء جاله الإشارة على طول من أمين حلبي المساعد الثاني وبيطلق صافرته بضربة جزاء نفس المرمى اللي سجل فيه باسم مرسي هدفه الأول وهدف الزمالك الأول وهدف التعادل أمام الفتح الرباطي عشان فرصة تكون للعاصمي إنه يزود الفارق. أدي المهارة، أدي اللاعب نوفل الزرهوني جاي من الشمال، بصوا حضراتكم قطع إزاي البينية من مين؟ من محمد فوزير نجم الشوط الأول. فوزير لعب البينية اللي باين في الكادر ورا، لعبها للزرهوني، عمل الكنترول سبق، أخذ الخطوة قبل عبد الله ماضو، ولكن ضربة الجزاء موجودة من عمر هوساوي وميني ماتش هنشوفه وليد الركراكي. ادي ردة الفعل وانتظار ضربة الجزاء وخلاص استريح، عرف ان حكم اللقاء احتسب ضربة الجزاء عمر هوساوي تسبب فيها. هل اخذ بقى انذار في الكرة اللي فاتت مع الزرهوني؟ هنشوف مين اللي هيسدد، هل فوزير؟ بالفعل هو فوزير متخصص ضربات الجزاء في العاصمي. ميني ماتش ما بينه وما بين وليد عبد الله، فوزير وجول، جول الهدف الثاني للفتح الرباطي، العاصمي بيتقدم بهدف.